البشر كثير، وأنت وجودك وعدمك ووجودي وعدمي لا يخل بهذا الكون. بس إحنا إذا ما كنا إحنا نتصور إحنا هواي مهم، إحنا إذا الله يشيلنا من هذا الكون، إذا ما كنا في هذا الكون، الكون كان يختل. أكو فد مثال لطيف يقولون المقابر مليئة بالأفراد الذين كانوا يظنون بأن الكون يدور ببركة وجوده. إحنا نظن هواي مهم، المقابر مليئة من الأفراد اللي كانوا يفكرون هذا التفكير. إحنا إذا متنا فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني غالبا المؤمن طبعا تبكي عليها السماء والأرض. أنت إذا ما كنت أو أنا إذا ما كنت، ما كان يأثر في الكون. الله تعالى خلقك حتى ينظر في هذه اللحظات ماذا تعمل، وإلا الله مو لسواد عينك خالقه. إحنا أحياناً واحد مريض في شدة المرض يشعر ما يقدر، يريد ينفجر. واحد يروح بالبيت يواجه بمنظر غير مترقب، سوء أخلاق زوجته، يشوف بعد ما يتحمل. الله خلق لهذه اللحظات حتى يشوف في هذه اللحظات ماذا يفعل.